نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. من ذلك أي مما يكتب الآثار ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله إذا مات الإنسان من يكمل. تفضل. لا قبل هنا. امشي. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. استرح. أو علم ينتفع به، يعني أنه يعلم الناس فينتفع الناس بعلمه، ينتفع السامع ثم سامع السامع ثم سامع سامع السامع وهلم جرا، ينتفع منه واحد والواحد يكون في مجلس فينشر ما سمعه من العالم فينتفع به من كل من في المجلس. ثم هؤلاء الذين في المجلس يكون أحدهم في مجلس فيحدث بما سمعه فينتفع بها المجلس. وإذا كان الذين في المجلس الأول عشرة وكل واحد جلس في المجلس ونشر العلم كم ينتفع؟ مئة يا أخوان. وإذا كان المئة كل واحد نشر العلم في عشرة كم صاروا؟ صاروا ألفا. ولذلك ما أكثر الذين انتفعوا بعلم الصحابة رضي الله عنهم لأنهم نشروا الشريعة، وما أكثر الذين انتفعوا بعلم الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل ومالك والشافعي وأبي حنيفة، وما أكثر الذين انتفعوا بأئمة أصحابهم من بعدهم. ولهذا نقول العلم أفضل صاحبين، وهما الصدقة الجارية، والثاني الوالد الصالح الذي يدعو له. العلم لا منتهى، لا منتهى لفائدته إذا صدر من عن قلب مخلص يريد بنشر العلم أن تنتشر شريعة الله، لا أن يكون وجيها في قومه، لا أن يكون وجيها في قومه أو يكون والعياذ بالله رأس فتنة.